مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل احييكم بتحيه الاسلام الخالده سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ورحب بكم اجمل ترحيب في هذه الانطلاقات الصباحيه المميزه ضمن فعاليات ختامي الوثبه في هذا التحدي الكبير. نتواصل بانطلاقة الشوط الخامس لفئات اللقاية البكار والخمسة كيلومترات، هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الأسماء والشعارات الكبيرة والمؤسسات العملاقة التي تتواجد باحثة عن الناموس وعن الانتصار. نبدأ على بركة الله بعد المراكز، ومع المركز الأول تتواجد بهذه الانطلاقة الشاهينية لهجن الرياسة بمتابعة راشد بن محمد بالسم المنصوري، من يتابع انطلاقة وانفرادة الشاهينية على المركز الأول وعلى الصدارة، بينما المركز الثاني أتابع بشاير أيضا بشعار هجن الرياسة، وبمتابعة حارب بن مغير العميمي من يتابع مشاركة بشاير على المركز الثاني، بينما المركز الثالث انتقل مباشرة وأتابع الجهرة لهجن الرياسة مع الظافر علي بن جميل الوهيبي، يتابع مشاركة الجهرة على المركز الثالث في هذا التحدي والمنافسة، بينما المركز الرابع أتابع القادمة والحاضرة في هذا التحدي وهي العنود التي تتسلل بدورها من المركز الرابع إلى المركز الثالث بشعار هجن الرياسة، وبمتابعة سالم بن سعيد بن عمان المهيري، يتابع العنود التي تسللت واحتلت المركز الثالث، بينما المركز الرابع أتابع الفائزة بشعار هجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، يتابع اندفاعة ومشاركة الفائزة من تبحث عن الفوز والانتصار، بينما المركز الخامس أتابع وصف لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية، وأيضا شعار هجن العاصفة ينضم إلى كوكبة المقدمة والصدارة مع الشاهينية بمتابعة غياث الهلالي التي تتسلل من موقع إلى موقع إلى أن وصلت إلى المركز الثالث في هذا التحدي الكبير. هذه النتيجة مشاهدين الكرام مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى، الخمس الأسماء الكبيرة، وفي هذا التحدي الكبير نتابع المركز السادس القادم العنود لجن الرياسة سالم بن سعيد بن عمان المهيري، والمركز السابع تتقدم الجهرة لجن الرياسة مع الظافر علي بن جميل الوهيبي، والمركز الثامن تتقدم الشاهينية أو هنا هقوة بشعار هجن الشحانية مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. اكتفي مع هذه الأسماء، مع هذه الشعارات، مع هذه الأصايل الفريدة والمميزة التي تتواجد في منافسة ولا أروع، في شعارات كبيرة مع انطلاقات شعارات القوة العظمى، ولكن نعود مع الصدارة والانفرادة، وهنا الشاهينية بشعار هجن الرياسة تقدم هذا العرض الكبير والأداء الجميل بمتابعة راشد بن محمد بالسم المنصوري الذي يقدم هذا الإبداع والإمتاع برفقة شعار هجن الرياسة على المركز الأول وعلى الصدارة، بينما المركز الثاني الشاهينية لهجن العاصفة وغياث الهلالي يصل مع المرتبة الثانية عندما عبرنا لوحة الكيلومتر الأخيرة، ولكن أتابع الجهرة لهجن الرياسة على المركز الثالث الظافر علي بن جميل الوهيبي، والمركز الرابع تتقدم الفائزة لهجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والمركز الخامس وصف لهجن الشحانية مع هنا مشاغب محمد بن خالد العطية. أكتفي بالخمس النجوم
اليوم في هذا التحدي الكبير، وأعود مع الإبداع والإمتاع بشعار مؤسسة هجن الرئاسة التي تقدم هذه النوعيات الفريدة، هذه النوعيات الجميلة. هنا تنطلق الشاهينية وتقدم هذا العرض الكبير مع راشد بن محمد بالسم المنصوري على المركز الأول. الجهرة قادمة بشعار هجن الرئاسة والظافر علي بن جميل الوهيبي في الملاحقة في هذا التحدي الكبير، ولكن الشاهينية شاهينية هجن الرئاسة هنا تحقق هذا الإنجاز مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. سلام مركز الابحاث على هذا الانتاج الفاخر والمميز. الشاهينية تحقق هذا الانجاز، تهانينا والمبروك لجن الرئاسة والى المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري المركز الثاني. الجهرة لجن الرئاسة مع الظافر علي بن جميل الوهيبي المركز الثالث. الشاهينية لهجن العاصمة مع غياث الهلالي والمركز الرابع. وصلت الفائزة لهجن الرئاسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري والمركز الخامس. المركز الخامس بشاير لهجن الرئاسة مع حارب بن مغير بن سالم العميمي. هكذا مشاهدين الكرام هي المنافسة والتحدي مع شعارات القوة العظمى. فجاءت الشاهينية القادمة بكل قوة في هذا التحدي الكبير بتوقيت زمني 7 دقائق 16 ثانية، جزءا وحيدا من الثانية التوقيت الأفضل إلى هذه اللحظات، مع الشاهينية لهجن الرئاسة والمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من قدم هذا الأداء الكبير. المركز الثاني جاءت الجهرة بتوقيت زمني وقدره 7 دقائق 19 ثانية، جزئين من الثانية تاية من ناموس لهجن الرئاسة وإلى الظافر علي بن جميل الوهيبي على فوز الجهرة. في المركز الثاني المركز الثالث وصلت الشاهينية بتوقيت زمن وقدرة 7 دقائق 20 ثانية، جزئين من الثانية تاية من ناموس لهجن العاصفة على فوز الشاهينية في المركز الثالث. وتهانينا لغياث الهلالي، تهانينا والناموس للجميع.